سيداتي نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركو ايه معكم محمد زرزق جوتشن فيش توك، حلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الخامس بعد تجربة البلداريوم والانكلوجر بتاع الفامباير كرابس او الكابوريا اللي انا جبتها النهاردة. جبت كابوريا جديدة من الطفرات اللي جابها الحاج محمد حلمي بالمناسبة للحلقة دي برعايته، وجبت اتنين في ميل شايلين بيض لأول مرة. هنشوف اللقطة دي او الشكل ده او الكابوريا دي بتشيل بيض ازاي، والبيض ده بيفقس كام واحدة تقريبا، وهنعمل ايه. انا بعملهم كلوجر جديد هنعمله سوا تاني مع بعض بسرعة كده وبسلاسة وبسهولة، وننزله ونبتدي نتكلم عنهم. تعالوا نشوف الانترو وبعد كده نخش في التفاصيل، يلا بينا. يعني زي ما انتم شايفين المكتب بقى كومبليت، يعني انا ده الانكلوجر الجديد بتاع الكراب، عامل السد المعهود اللي انتم عارفينه عشان نحط ميه، ونعمل الجزئيه دي ارض والجزئيه دي ميه. بس مش عارف انا اخلي الميه هنا ولا الميه الناحيه الثانيه لسه عشان اعرف اتفرج عليهم كويس. وهيبقى ده الكورنر كده، وده شكل الشكل العام يعني. تعالوا نبص على الكرابس والحاجات اللي جبتها من الحاج محمد حلمي، وبعد كده نبتدي نبني لهم حاجه صغيره كده مخصوص يمكن للاثنين اللي شايلين بيض اكتر، لان انا خايف عليهم فمش عايزهم يختلطوا بيه الوحوش اللي موجودين في البلوداريوم. فهنبص عليهم وبعد كده نشوف احنا جايبين كرابس ايه، وبعد كده نخش في التفاصيل ونخش في بناء، يعني هنخش في بناء الحوض ده كمان. يلا بينا. طيب دي الحاجات اللي جبتها من عند الحاج محمد حلمي الراعي الرسمي للحلقه، والطفره دي من الكرابس. انا خايف افتح بس عشان ما يطلعش يجري، لكن اضطر نفتح طبعا. انتوا عارفين ان احنا بنخش نحب نخش في تفاصيل قوي، فمش عايزين نخوفه قوي. لكن دي طفره لونها ماربل زي ما انتوا شايفين، سبحان الله. يعني الطفرة دي جديدة خالص بالنسبة لي. ده واحد منهم، ده ميل، ده ذكر، واللي بعده ده برضه سبحان الله شكله جميل جدا. ده برضه سبحان الله شكله جميل قوي زي ما انتم شايفين. النقشة او الرسمة اللي على جسمه جميلة سبحان الله، شكلها تحفة. يعني ده اللي شدني المرة دي ان انا يعني اقتني من الطفرات دي. ما شاء الله طفرة تانية شكلها تحفة. ده فامباير على ريد ديفل تقريبا متجوزين بعض، فده يقدر يقف في البلوداريوم عادي، حتى حجمه كبير يقدر يدافع عن نفسه في الغابة الصغيرة بتاعتي يعني. ودي برضه طفرة تانية، ده ذكر وانثى نفس الطفرة اللي هو لونه احمر برضه بكلبات بيربل شوية. اعتقد دي الانثى لان التاني كان كلباته اكبر. شكلها جميل ما شاء الله. سبحان الله شكلها تحفة. و اربعة من الدور في مكسيكان لوبستر كانت وحشتني الحاجات دي، بس دول لسه مش باينين. حطهم هنا كده، هم في كيس مش باينين بيلعبوا جم اهو. والبشوات اللي عليهم الليله كلها عايز اصورها لكم من تحت. بص شايله بيض ما شاء الله لونه غامق،
يعني انا مش عايز ارخم عليها قوي، بس دي طفره من الطفرات اللي لونها ابيض، ودي شايله بيض، ودي طفره سنو وايت سبريكلين سودا. بص شايله بيض ازاي، البيض اللي تحت ده اللي لونه اسود. تعالوا نشتغل بقى نعمل لهم الحوض، وبعد كده نشوف هننزلهم وايه الشكل، وهنشوف شكل البيض بقى لما ينزلوا الحوض وكده. يلا بينا. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول مرحلة كالعادة نحن هنعمل الحاجز الجميل ونحط بازلت عليه عشان نحجز قطعة ارض جميلة للكرابس، ونعمل شط بالمرة قطعة الارض دي عشان ما يحصلش التسريب، واحنا بنحط الرمل وممكن عليها شوية بيتموس عشان لو حبوا يدفنوا نفسهم ولا حاجة. ده الفوم ده من ايام الحوض البالوداريوم لما كان بيتعمل، ونعمل شط جميل كده عشان يعرفوا يطلعوا عليه. بعد كده نضيف التربة بتاعتنا وخلاص، يعني الموضوع بسيط جدا 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 فوق ما انت متخيل ان انت تقدر تعمل حوض للكرابس دي بطريقة بسيطة وسهلة. الموضوع مش محتاج تعقيدات نهائي يعني. بس خلاص ممكن بس أأكد هنا شوية، بمنتهى البساطة وخلاص. الجزء ده اللي هيبقى مية ان شاء الله، والجزء ده اللي هيبقى فيه التربة او الرمل، ونضيف لهم شوية مخابئ وحاجات لطيفة وخلاص. ونضيف الرملة بتاعتنا الجميلة. برضو عشان يعني ايه الشكل العام من الجنب، بس بس يا سيدي. والف مبروك، بقى عندنا حوض كراب جميل. اعتقدش انت محتاج حاجة تاني، ممكن بس ايه نظبط ارتفاعات الرملة شوية، ولو في شوية رملة كمان يبقى تمام. نعمل الرائع عشان لما المية تتملي متعملش مشكلة. بس كده يعني طبق بيتموس جميلة. وخلاص يعني ده اصح سيناريو للكريبس والحاجات دي. وممكن نضيف طبعا بقى الموس على الشط في الجزء اللي فيه المية. تحس ان الفرق اللي في الارض يختفي او يبقى مش موجود. هما بيحبوا اصلا بياكلوا منه جدا ويستخبوا فيه، يعملوا كل حاجة يعني. دي طبقة مش بطالة خالص. اضافة بقى ايه المخابئ المعهودة بتاعتنا الجميلة، شوية خشب زي ده كده اللي هو اللحاق يفي بالغرض،
وبرضه عشان لما يجوا يستخبوا يستخبوا ويبقوا قدامنا شوية. ممكن شوية خشب من الرفيع ده يدي شوية تفاصيل في المية أو براها كده مثلا. يعني كديكور لطيف. حس ان هم يحسوا باكبر يعني احساس بالامان عشان هو كائن بيحب يستخبى جدا. فالجذور دي هتبقى في المية كده مع كام فرع هنا يبقوا لطاف جدا وخلاص وكان الله بالسر عليه. ممكن ان احنا نبدأ نملى المية. الجزء المخصص للمية وخلصت اهو. دي كده جنة الكراب. يعني انا عايز اقول لكم اللي احنا عاملينه ده ايه الايدل او احسن حاجة ممكن تعمل فيها الكرابس او تربي فيها الكرابس بطريقة صح وطريقة امنة وما فيش مشكلة خالص من اي حاجة. احنا كده نبتدي نملى المية وبعد كده نشوف هنحط ايه هنا بقى من الكرابس. طيب ما شاء الله ده الحوض بعد ما اتعمل مليت مية وحطيت شوية نباتات كمان من الاحواض بحيث انها ما تنشف تعمل شكله. وحطيت واحدة فيش بون كاليسيا يعني اللي هو بطعم البلوداريوم يعني. وبينك ليدي حطيت كعودين كده بحيث ان هم هينموا في الحوض ان شاء الله. ده الشكل. وتعالوا بقى نبص على الكابوريا واحنا بنطلقها يمكن نشوف شكلها وهي حامل او نلحق نشوف شكلها يعني او نحاول نجيب الكاميرا عليها. يلا بينا. ده ذكر كبير ما شاء الله الكلابات بتاعته ضخمة واضح او ان هو ذكر. المشكلة ان الطفرة دي انا مش عارف دي تبع الفامباير ولا الريد ديفل وانا خايف جدا على اللون الابيض ده وخصوصا ان في تو فيميلز شايلين بيض فعملت لهم انكلوجر ده مخصوص بحيث ان احنا نفصلهم. بتشيل تقريبا يعني 30 بيضة حاجة كده والصغيرين بيبقوا مولودين كاملين او جسمهم كامل. ده ذكر. هنحاول يعني بلاش بقى ايه نجازف بلاش بقى ايه نجازف ننزله بحيث ان هو ياخد مكانه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول واحد. طبعا ما شاء الله المكان طبعا يعني بالنسبة له تمام جدا. فأنا مش عارف الطفرة دي ايه وبتشيل تقريبا 25-30 بيضة حاجة كده وتبتدي تولدهم في الـ او البيض بيفقس كابوريا كاملة وينزلوا في المية بيعيشوا معظم حياتهم في المية او في الجزء اللي فيه مية ده وبعد كده يبتدوا يظهروا. لونهم اول ما بيتولدوا بيبقى اسود تماما. ده اللي ذكر الاخر من نفس الطفرة اللي لسه مش عارف ده فامباير ولا ريد ديفل بس هو الاقرب والارجح ان هو ريد ديفل او احد طفرات الريد ديفل. ده ذكر برضو بالغ كبير وزي ما احنا اتفقنا بنعرف الذكر من الانثى من الجزء اللي تحت في بطنها اذا كانت. انا بس ايه مش عايز يخرج حاول اخرج يا حلاوة حاول اصور لكم اهو. بص ده القفل لونه على شكل حرف V لو قلبتها على شكل حرف V تذكر تطوف الحوض فهيبتدي يتحرك بقى وياخد مخبأ التاني هو دخل جري جوه لسه بيستوعب يا عيني طبعا قاعدين في الحاجات دي بقالهم ايام. ف
فلو هي نفس الطفرة، اللون الأحمر ده نفس الطفرة، هنزله معاهم. بس أنا مش متأكد للأسف من هذه المعلومة. فتعالوا نشوف الحوامل. شكلهم ايه؟ للأسف انا بصور لوحدي النهاردة، فبتعامل بايد واحدة. هي خرجت برا الحوض، عايزينها تجري بس. يعني دي الحامل على ايدي اهي، والبيض تحت اهو. بص بص البيض، سبحان الله، ده البيض، ده الحاجة الثمينة جدا دي. سموها سنو وايت. شايفين البيض وبطنها؟ يعتقد اكتر طبعا من 30 بيضة. نزلت بقى هنا، هتبتدي تحفر لها حفرة وتستخبى فيها. دي أول واحدة من الحوامل نزلت حوض، وأعتقد هي رايحة للمية. ممكن نتابعها شوية. يعني وقفت استخبت، ما راحتش المايه، بس طبعا الرطوبه هنا كويسه جدا ومحترمه. دي الكلابيه الثانيه الحامل برضو من نفس الطفره، ركب الراحه. نشوف البيض من الجنب اهو، لونه اسود وشايلاه، اللي احنا لسه منزلينها اهي. واقفه هناك والشباب التانيين لسه بيستكشفوا في اللي نزل المية. هيصة يعني، لسه في طور الاستكشاف. دي شايلة بيض برضو، حاول نصوره قبل. سبحان الله، الحوامل بيتحركوا بحذر شديد، يعني مش بنفس تهور طبعا، مش بنفس تهور طبعا التانيين. ممكن خليها تتحرك كده شويه. ايوه، شايلة البيضة اهي. زي ما احنا اتفقنا ان هي بتبيض، او البيض ده بيفقس في المية. نمسح بس شوية من التين اللي على الازاز عشان نتفرج عليها. اديتنا فرصة. وده الانكلوجر بتاعهم، لحد ما ان شاء الله البيض يفقس بالسلامة ونشوف الدنيا فيها ايه. الشباب دي لسه انا مش هقرر دلوقتي انزلها فين، يعني انزلها هنا لو طلعوا نفس الفصيلة، لان الاختلاف بس هيبقى في اللون، فهم مش هيقدروا يؤذوا بعض، او لو طلعت فصيلة مختلفة تنزل في البالوداريوم اللي ورا ظهري ده، بحيث ان هم يقدروا يقعدوا براحتهم. اتمنى تكون كانت حلقة شيقة علميا وتصويريا وكل حاجة، لان الموضوع بصراحة بتاع الكراب اللي شايل بيض ده جديد عليا جدا. فانا حبيت ان انا استغل الفرصة وان انا اصور الشوتس الجميلة دي وافرجكم عليها.
لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب واشتراك للقناة، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركة لاصحابك المهتمين بالهواية، يا ريت متنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.